السلام عليكم ورحمة الله. تحياتي من مدينة فاس، فنانة بسيطة معروفة بالشريفة، اسم الحقيقي هو اسماعيل علاوي فوزية، لكن هذاك صافي باش تشهرت ماما الشريفة. اليوم العالمي للمرأة أنا مازال ما كيدخلش بصراحة للرأس ديالي. اليوم العالمي للمرأة معطي المرأة اللي لاباس عليها، هذه الصراحة. أما اللي هي مسكينة فقيرة وما عندهاش، تمشي تصبن، تمشي تقضي، تمشي تدير بزاف ديال الحوايج، ما كتاخذش حقها لا من على وليداتها إلا كانت مطلقة، لا حتى لا في إدارة، لا حتى في شي حاجة. هذه اللي بغيت تقول. أما هي راه وصلات المرأة اللي هي قارية واللي هذا، راه كتقول أنا ما معتمداش دابا على الراجل. هذه من واحد الباب. نعطيك مثلا، ما حد مازال الراجل مازال تيقول ضلع عوجه للمراه، ومازال تيقول الى تشاور معها ما ديش برايها، ومازال الراجل تيقول هو هذيك غير مراه، بحال الا زعما لا شيء، يعني مازال ما عندهاش حقها. عندها حقها يمكن، وبلا شك عندها حقها في الاسلام، اما في القانون ما عندهاش حقها، غير كيجري. وهذا الشيء انا كيبان لي غير الضجه، وكتبان لي غير الهندقه، بحال شي حاجه كيكالميو بها المراه. هذه هي الحقيقه. انطلق من نفسي انا براسي مطلقه. لو كان ما كانوش خوتي، ولو كان ما كنتش كفنانه كنديباني من هنا لهنا من هنا لهنا، كي غادي يكون فيا؟ ها؟ ومع ذلك راني كنت واخده رجل امن، وما تشديش حقي. مازال كنهضر مثلا على النفقه ديال بنتي، واخا هي دابا عندها 20 سنه. هذا غير مثال، الله يعاونو. حنا ماشي جبناه باش حنا كنهضروا دابا غير على هذا اليوم العالمي للمراه بالاخص في المغرب، وراه احسن امراه بدون شك في العالم العربي راه هي المراه المغربيه. كنقول للراجل المغربي يهتم بها ويحافظ عليها، راه الا فقدها راه بحال شي صابونه كانت في يدو وفلتات لي. عنده حق ديال يتزوج النساء، ماشي مشكل، ولكن ماشي عنده حق باش يتزوج بها باش يناكيها. لا، الا كنتي قادر تبارك الله وسيدي ومولاي، تزوج، عطاك الله هذاك الشرع، عطاك الله ثلاثه اربعه ماشي مشكل، ولكن تكون سيدي ومولاي، ماشي كتزوج باش نكون هذيك نكدها ولا نفقصها. اذن مازال ما عندهاش حقها. المراه القرويه كذلك، المراه الجبليه هكذاك، الراجل جالس يقصص مثلا في كويفه وهي راه كتضرب تماره في الجبال، كذلك في الصحراء. يعني هو فين هو هاد الحقوق المرأة؟ حقوق المرأة ديال كاينه شويه ديال الحريه، حقوق المرأة قلبوا عليها هي. شوفوا نتوما شنو بغات هاد المرأة هادي، ماشي هي اللي غتقلب وتبقى تقول ندافع انا على حقي وندير، لا، هذا مش حقوق المرأة. بنت مطلقة كتلقاها مثلا في لابواط خرجات، ما كتقولش كيما كنا شحال هادي كنقولوا نمشي مع صديق ديالي، مع الخطيب ديالي مثلا نشطح ونشط، دابا كتقول نخرج ندبر، ولا اله الا الله محمد رسول الله. اذا فينا هو هاد الحقوق ديال المراه؟ وتحياتي للجميع، وربما نكون جرحت رجال، ولكن انا قلت غير الحقيقه، انا ماشي ضد الراجل، لا، الكلمه الاخيره ليه كل احترام وتقدير، ولكن يقدر المراه. والسلام.